أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رايحة نوريكم واحد التشكيلة نتاع الصابلي، يعني هذه حاجة يعني بالنسبة ليكم عادية، ولكن بالنسبة لي أنا ماهيش عادية. لماذا؟ لأنها من صنع البنت تاعي اللي عندها 12 سنة، واللي يعني أبهرتني اليوم، يعني الحمد لله وربي يحفظها لي، ابهرتني بالديكور. والله صدقوني الديكور تاعها، نشوفوا هنايا اول ديكور، دارت لو بلاصاج بلون ودارت هاد الديكورات. كان هذا ديكور، هادو سي لا بات سابلي. نشوف الديكور تاعهم، ديكور تاع الثاني، ومن بعد كاين هذا الثالث بنفس العجينه. صنعت وحدها، يعني انا عجنت لهذاك وخليتها وحدها فاصونه لي بياس، وهي اللي دارت لا ديكوراسيون. نادي تاع لا غوت. اذا هادو كاع ديكورات تاعها، هما هنا ديكورات تاعها. كذلك عندنا نمروا هنايا ثاني كذلك، هذا قالت لي خلاتها لي سامبل. علاش؟ قالت لي ماما باش تاكلي منها، باسكو جو سوي ديابيتيك، دونك ما باش تكثر ديكوراسيون فيه. وهذا هذا تاع القلوب، هنا القلب الفوقاني راه فوغي، دارت فيه شوكولا مع حلوة الترك ولصقاته معاه في القلب الكبير، ودارت يعني لا كاسي هذيك لا كولور نوار بالزيكزاك بلون، شوكولا بلون. دونك هذا ابداع نتاع بنتي، افكار كيما هذا هنايا، هذا تاع لي كور، يعني افكار تاعها ما كانش لي عندها واحد الطريقه في الرسم. ثاني هي يعني عندها واحد الفنانه في الرسم، من بعد نوريكم الابداعات تاعها. وهنايا التشكيله يعني تاعها بمحض ارادتها. انا ولا صدقوني كنت رايحه نشري، ولكن هي صممت قالت لي ماما خليني اعطيني فرصه. اعطيتها فرصه، انا نحثكم الى عندكم بناتكم خلوهم، معليش حتى ولو يخسروا، معليش، لان الانسان اللي ما يتعلمش ما يخسرش، ما يتعلمش اول مره بلكي يخسروا، ولكن من بعد يتعلموا. اذا نعاودوا نشوفوا هنايا، ها هي التشكيله. اذا ها هما الاشكال، يعني والله صدقوني يعني فرحانه. بنتي كبرت، ها 12 سنه كبرت، وراهي تبدع وراهي تتفنن. ربي يخليها لي ويخليكم نتوما ثاني ابنائكم كلكم، ونقول لكم صحه رمضانكم كل عام وانتم بخير.